مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد عبر الإنترنت أو عبر سكايب. في هذه الحلقة نستضيف الشاعر السوري الأستاذ محمد جميل زكريا. حللت أهلا ونزلت سهلا أستاذ محمد، أهلا بك في بيت القصيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أحييك وأحيي مشاهديك، وأتوجه بالشكر إلى أسرة قناة الرافدين، وأخص بالشكر هذه المحطة التي لها عظيم الفضل في ظهور العديد من الشعراء الشباب. أشكركم على هذه الاستضافة مرة ثانية. بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك مجددا. وحبذا وقبل الأسئلة وقبل النصوص الشعرية، حبذا لو حدثتنا عن نفسك قليلا، الدراسة، المنشأ قبل ذلك، وكذلك الإنجازات على مستوى الأدب والشعر. حدثنا عنك بما تحب في غضون دقيقتين، تفضل أستاذ محمد. محمد جميل زكريا شاعر سوري أحب الشعر منذ نعومة أظفاره، يحفظ الكثير من الشعر العربي، من الجاهلي، شعر صدر الإسلام، الشعر العباسي، وحتى الشعراء المعاصرين الآن أحفظ لهم الكثير. دراستي هي دراسة القانون، درست القانون في جامعة دمشق ولكن دون الحصول على الليسانس. وصلت إلى السنة الرابعة بسبب ظروف ما لم أتمكن من حيازة الشهادة الجامعية. هذا كل شيء. في ظل الأحداث التي تمر بها بعض المناطق التي يتواجد بها الكثير من الأصدقاء والأحباب، لا سيما تركيا وسوريا والزلزال الأخير، أكيد لابد من وقفة ذات شجون. بعيدا عن الشعر، كلام من القلب، ماذا يمكن أن يقول محمد؟ ما أقوله هو أن قدر السوري أن يعيش معذبا، هكذا أرى. الحمد لله، لا يسعنا إلا أن نحمد الله على أقداره، ولكن شيء يشكل غصة كبيرة في النفس، حيث أن السوري ترك بلده منذ 10 سنوات، وموزعون في بلدان اللجوء، إن كان في سوريا وإن كان في لبنان وإن كان في تركيا، ورغم في كل ظروف العيش موزعون. نعم، موزعون في كل مكان، موزعون في كل مكان، ورغم صعوبة العيش وظروف الحياة، ورغم المخيمات والجوع والبرد والفاقة، تأتيهم الطبيعة أيضا. فلا شك بأن الله يهيئ شيئا لهذا الشعب. يا سلام. فالبلاء من الله، والبلاء سمة الإنسان المؤمن، هو امتحان للصبر، ونسأل الله أن نكون صابرين. ما رأيناه في السنوات العشر الأخيرة، لا نملك حياله إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسنت قولا أستاذ محمد. الغاية من الشعر باعتقادك، ما هي الغاية المثلى؟ الغاية المثلى من الشعر، الشعر بالبدء هو هوية الإنسان العربي، هو هذا الموروث الثقافي الأدبي الجميل الذي وصل إلينا منذ أكثر من 1400 سنة. نعم. الشعر هو نوع من أنواع الفنون الأدبية، ولهذه الفنون دائما وظيفة في كل زمان ومكان. فيجب أن يكون الشاعر متفقا بالأحداث، أن يكون متفاعلا مع الأحداث في شعره وفي أدبه. واستغربت مؤخرا حين وقع هذا الزلزال بأن هناك بعض من الشعراء يكتبون في الغزل، وبعضهم يتصور يحضرون المعارض الشعرية وإلى آخره. هذا الشيء محزن. الشعر هو وسيلة للتضامن مع الناس. الشاعر هو ابن هذا المجتمع. إن لم يشعر هذا الشاعر، إن لم يجسد أوجاع شعبه وبلده، فأعتقد بأن شعره
سخيف ولا جدوى منه. نعم الشعر هو وظيفة. أحسنت أحسنت أستاذ محمد. وقبل أن نكمل النقاش في هذه الحلقة، حابين نسمع منك قصيدة افتتاحية، يا ترى إيش حتسمعنا؟ اقرأ لنا ما تحب، فكلنا شوق لجديدك، تفضل. إن شاء الله. قصيدة تحكي حال السوري. حبذا لو تعتدل بجلستك كما كنت قبل قليل، جميل، تفضل. أقول وأحسب أني رمادا سأغدو، فبستان قلبي هشيم ووجد، ولا شك أن اشتعالي يقين، فلا يلتقي في ضد وضد. يا سلام. لا ماء يروي يبابي لأحيا، ولا ماء يروي يبابي لأحيا، ولا نور يجلو ظلامي فأبدو. يا الله. أنا الآن جرح على ثغر ناي، وفيه احتدام الأسى لا يحد. أنا الآن أم وطفل وشيخ، وحظي من الدهر جوع وبرد. أنا الآن في خيمة البؤس سفر، حكاياه قهر ودمع وفقد. أنا الآن فلك وبحر وموج، خياران عندي اغتراب ولحد. أنا الآن تنور ثأر تلظى، ففار استعارا وأذكاه حقد. وبي سكنة الريح تنبي جنونا، وفي حر عيني وميض ورعد. يا سلام. ولي طائر فوق جفني يغفو، ستأتي غصون الصباح ليشدو. برغم الوجوم الذي حل فينا، ستزهو شفاه ويفتر وعد. برغم الوجوم الذي حل فينا ستغدو شفاه، ستزهو شفاه ويفتر وعد. يا سلام يا سلام يا سلام، أحسنت أستاذ محمد. إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن القيمة التي يرجو كل شاعر صاحب رسالة أن يحققها من وراء كتابته للشعر، ما القيمة الشخصية التي تبحث عنها أنت؟ أنا أرى بأن الشعر هو شيء نفيس، هو شيء غال علينا كعرب محبون للغة العربية ولفنونها. نعم. أرى بأن الشاعر عليه أن يتزود من ينابيع المعرفة، أن يبرز ثقافته في شعره وفي أدبه، أن لا يتسرع في نشر القصائد عبر وسائل التواصل. هذا الشعر المبتذل، أصنع قصيدة خلال 10 دقائق أرسلها عبر الفيسبوك. أرى بأن القصيدة هي عروس يجب أن تظهر في أبهى حلة لها. هو الشعر هو هدف سام، هدف نبيل. فإن أردت أن أرتقي شعرا فعلي أن أصبر، علي أن أجمع من هنا ومن هناك فرائد البيان وفرائد اللغة. أحسنت. طيب ماذا نعم. عن الذين يعتبرون الشعر قصيدة هي عروس يجب أن تظهر في نعم. أبهى حلة؟ لكن ماذا عن الذين يعتبرون الشعر شكلا من أشكال الترفيه لا أكثر، ويتغاضون عن فكرة الرسالة والقيم المجتمعية ونصرة المظلومين، ماذا تقول في أولئك؟ أقول بأن أي عمل أدبي سواء كان شعرا أم نثرا أم رواية أم قصة لا تدور في فلك هدف ما ولا تؤدي إلى هدف ما فأعتبرها ثرثرة. لأن الأدب هو شيء جميل ويجب أن يؤدي شيء جميل. نعم نعم جميل جدا. الآن نحن مشتاقون إلى قصيدة جديدة تقرأها علينا أستاذ محمد، وحبذا لو كانت ذات موضوع مختلف هذه المرة، تفضل. نحن في الاستماع لك، الكلمة والمنبر دائما، تفضل أستاذ محمد. إن شاء الله. موضوع مختلف، تفضل.
راية بيضاء، امرأة استسلمت لقلبها. أقول القصيدة عنوانها هبوط اضطراري. تفضل. افتح مجالك، إن روحي حائرة وبي اضطراب والعواطف ثائرة. وبإمكانك أن تقول والعواصف ثائرة. افتح مجالك، إن روحي حائرة وبي اضطراب والعواطف ثائرة. افتح مجالك للهبوط، فإنني مضطرة لهواك لست بعابرة. وعلمت لما اهتز قلبي رعشة أن السقوط مآل كل مكابرة. خبأت عمري في حقائب رحلتي، ورجوت من قد جاءني ليصادره. أنا غيمة ناء الفضاء بدمعها، فاقرأ عذابي في الدموع الماطرة. تنمو مع الليل الطويل مواجعي، والآه تنزف من شقوق الذاكرة. وألومني كيف امتطيت حماقتي، كم كنت في هذا الصدود مقامرة. الحب نار يصطليك أوارها، ولكم أذابت في القرون جبابرة. يا سلام عن الأثر الذي يفضل الشعر أن يظل حيا من بعده. يعني هناك شعراء أصحاب مشاريع ربما يعني يأتيهم الأجل، ومنهم صديقنا كما تعلم كمال فريح أو الشاعر مهند حليمة أو الشاعر الدكتور مصطفى عبد الفتاح رحمة الله عليهم جميعا وعلى ضحايا الزلزال جميعا، ونرجو للمصابين المعافاة التامة. الحديث الآن عن الأثر القيم الذي يريد كل شاعر منا أن يظل حيا من بعده. إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبيث وطيب. يا سلام. فكما يخلد ذكر المرء سمعته وخلقه وإنسانيته، نعم، فكذلك شعره ومضمون شعره بالأحرى. إذا كان هذا الموضوع إنساني، موضوع قيم، موضوع يعالج قضايا الناس وقضايا المجتمع، فلا شك بأنه سيبقى له الأثر الطيب على مر الأجيال. طيب باعتقادك أين موقعه من النفوس ذلك الشاعر الذي لا يتفاعل مع قضايا أمته ويرى أنه يكتب فقط من أجل الكتابة دون أن يتطرق إلى هموم وأتراح وأوجاع الناس؟ ماذا نقول في مثل أولئك؟ سمة أولئك الذين يعملون ويكتبون من أجل سمعتهم، من أجلهم فقط، سمتهم النرجسية. نعم. فالشاعر الحق، الشاعر ذو الرسالة النبيلة، نعم، يكتب له وللناس، يكتب له وللمجتمع. ولن يخلد الشاعر، ولن يسمو ما لم يكن لصيقا بقضايا مجتمعه وشعبه وأرضه وهمومه. لا يرقى الشاعر إلا بتعاضده مع أفراد شعبه وأبناء جلدته. أحسنت. ومن يعمل لنفسه، نعم، فلن يجد أحدا إلى جانبه ولن يذكر أبدا. أحسنت أستاذ محمد. مستمرون أكيد، لكن لابد من فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين، نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، ولمن التحق بنا الآن، معنا عبر سكايب الشاعر السوري الأستاذ محمد جميل زكريا. إلى الشعر مجددا. قبل أن نواصل النقاش نريد أن تقرأ علينا قصيدة جديدة، تفضل.
سنعود إلى الموضوع الأول. تفضل. عندما أتيت إلى هنا إلى النرويج، نعم، ظننت بأن البعد قد ينسيني قليلا مما قاسيته من أوجاع ومن هموم، وإذ بالبعد يضاعف تلك المآسي يا الله ويزيد من ثقلها. أقول أتتني تطفئ الرمضاء، صبت من دلاء الويل، وثرت بوحشتي برقا فألقت جثتي لليل، كأني في دنا قدري حصاة تحتمي بالسيل. حسبت البعد ينسيني جحيم بلادي الأحمر، ويحجب عن مخيلتي وجوه الأمن والعسكر، وأني لن أعيش إذا لدمع الأم لم أثأر. أنا ما زلت أبحث عن زلال اللحن في الضوضاء، فللأصوات برزخها ومائي لن يضيع هباء، فنح عويلكم عني لأحيا لذة الإصغاء. سأغمد في شحوب الدهر سكينا من الألق، وأدرأ كل سهم أسا بمتراس من الحدق، لأمسك ثوب هاربة نعم هناك بآخر الشفق. يا سلام، انت هناك بآخر الشفق، ما الذي تنتظره من آخر الشفق أستاذ محمد؟ ما الذي ينتظرك هناك؟ لا شيء ينتظرني هناك، ولكن سأمسك الحلم حتى لو بلغ آخر الشفق، فأمسك ثوب الحلم. ربما قال قائل: ما الحلم الذي يفكر به محمد جميل زكريا؟ أهو حلم جماعي أم حلم فردي خاص؟ حلم لا ينفصل عن باقي أحلام الشعب السوري، هو حلم واحد كلنا يعلمه، وبإذن الله سيتحقق. الآن دعنا نتحدث وبكل صراحة عن دور الشاعر في معركة الوعي. هل هناك دور حقيقي للشاعر؟ وهل الشعراء واقفون عليه كما يجب؟ الشعراء هم جزء من هذا المجتمع، نعم، وبالتالي هم يطلعون بأحد هذه الأدوار في توعية المجتمع. ممتاز. نعم، هم جزء من هذا الكل الذي يجب أن يعمل على صعيد واحد. هل يقومون بدورهم؟ بنسبة كبيرة أعتقد هم يؤدون دورهم بنسبة كبيرة، والسبب لأنهم هم أولاد هذا الألم. نعم، هم أولاد هذا الوجع. أحسن. لا تكاد تجد شاعر عربي لا يسكنه الوجع من المحيط إلى الخليج، وبالتالي الشعر هو ابن المرحلة، هو ابن الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان. طيب ماذا عن القيم باعتقادك، القيم التي ينبغي على الشاعر أن يعزز حضورها في نصوصه الشعرية، القيم والمثل العليا التي ينبغي أن تظل حاضرة في نصوص الشعر في كل زمان ومكان؟ حدثنا عن أبرز هذه القيم انطلاقا من تجربتك وتجارب من هم حولك. نعم، تفضل. كما قلت وأسلفت أن الشعر كلام، إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبيث وطيب، فلا شك بأن للشعر دور في أن يرتقي بالفضيلة التي هي معيار السمو عند كل إنسان. جميل جدا. الفضيلة قيمة من القيم. أحسنت تمام أستاذ. نعم. محمد، الفضيلة قيمة من القيم، أعطنا قيما أخرى تفضل غير الفضيلة. الفضيلة الإيثار. يا سلام. الإيثار، الفضيلة والإيثار
كلام طيب. الفضيلة والإيثار والشعور بالآخر. يا سلام. هناك مبادئ كثيرة عظيمة يجب أن ينهض بها الشعر. هناك مبادئ وقيم عظيمة ينبغي على الشاعر أن ينهض بها من خلال شعره وتجربته. أستاذ مصطفى، دائما للشعر دور في تمجيد الفضيلة وفي ترسيخ القيم النبيلة. يا سلام. إذا راجعت أو استرجعت التاريخ البشري بمعظمه تجد بأن الشعر يطلع بهذا الدور. طيب، هل ترى أن هناك قيما عظيمة مثلا أستاذ محمد ترى أنها اضمحلت وكادت أن تنقرض من ثقافة الشعر العربي المعاصر، أم أن القيم لا تزال حاضرة بأكملها؟ أنا أرى يا أستاذ مصطفى، أرى العكس، أرى بأن الفضيلة في شعرنا اليوم أفضل مما هي عليه في السابق. نعم. كان للشعر أغراض متعددة، كان الهجاء والذم. نعم. كان الشعر الفاحش الذي حاربه الإسلام. صحيح. كانت هناك مواضيع في الشعر، كان المدح الكاذب، كان التملق، تكاد لا تجد من صنوف هذا الشعر اليوم. فعلا. عندما ذهب ابن الرومي مادحا أحد الأمراء بعدما سمع عن كرمه، فذهب ليمدحه بقصيدة فلم يعطه ولم يجزه عليها، فعاد حصل صحيح، فعاد نادما وعاد له في اليوم التالي قال له: إن لم يكن أجر، إن لم يكن فضل، إن لم يكن لكم فضل لذي أدب فأجرة الخط أو كفارة الكذب. إذن يعترف بأنه كان يكذب في مدحه. اليوم لا ترى شعر المدح، لا تراه قليلا جدا. أجرة الخط أو كفارة الكذب، هذه صراحة منافق، فضل لذي أدب فأجرة الخط، شاعر منافق كاذب يقف نعم. على أعتاب السلاطين. يعني إذا طلعت على شعر أبي تمام مثلا، نعم، 90% من قصائد أبو تمام هي في المديح والإطراء. ليس 90%، وإنما هناك كم لا بأس به من قصائده دخلت في باب المديح والإطراء والمجاملات، صحيح، لكن هناك الكثير من الروائع والفرائد أيضا حاضرة في شعر أبي تمام. نحن لا نغفل لا نغفل لا نغفل الأمور، الجوانب المشرقة من شعر هؤلاء العرب، لا نغفلها أبدا، ولكن نحن نؤشر إلى زاوية ما، نتكلم عن زاوية ما الشعر. نعم. أعطينا قصيدة جديدة قبل استراحتنا التالية، نريد قصيدة مختلفة هذه المرة أستاذ محمد، تفضل لك الكلمة، مشتاقون للسماع من جديد، تفضل. أستاذ مصطفى، تفضل. لا أجد شيء مختلف كثيرا عما كنت قد قرأته، ولكن ربما أرى هنا. اقرأ ما بين يديك، لا بأس أستاذ محمد، نحن على السمع، تفضل. أقول: ظمئ وغيمك لا يساق، ظمئ وفي فمك احتراق، يا سلام، ومدى يضيق به الرجاء وفيه يتسع الخناق، هرم العقاب أبا البقاء وبات يخزله السباق، يا الله، أين الكمات وتلكم الخيل المضمرة العتاق، فالصامتون مكبلون وحبل ذلهم الوساق، أرض العروبة أمحلت وبكى مثناه العراق، أرض العروبة أمحلت وبكى مثناه العراق، وبمصر من أوجاعها وجه يسربله النفاق، وجذوع قومك من فجور القلب ينخرها الشقاق، وهنت خطاك وأثقلت فكيف يمكنك اللحاق،
يا سلام، أهنت خطاك وأثقلتك فكيف يمكنك اللحاق؟ أسوار قهرك محكمات، كيف يمكنك اختراق؟ مر مذاق القهر يا ولدي، يعكرني المذاق. تعب حياة الذل يا ولدي، وعيش لا يطاق. يا شام يا فئة الجمال، أليس للصبح انبثاق؟ حتى ما هذا الضوء محتبس يقيده المحاق. عشر عجاف بل ثقال بل غلاظ بل صفاق. يا الله، فإلى متى سيظل يذبحنا ويدمينا الفراق؟ فأجبته والراقدون بصدري الحنق استفاقوا. يخبو بريق العزم مستترا وفي الشحذ ائتلاق. إن عاب دهري غفلة فالسيف يوقظه امتشاق. والخائنون يطأطئون ودون هامتنا البراق. يا سلام. فلنا غد ولنا له من عمق محنتنا انبثاق. فلنا غد ولنا به من عمق محنتنا انبثاق. هذا الانبثاق باعتقادك أستاذ محمد، ما الذي ينقصنا حتى يتحقق ويتم؟ الإرادة، ينقصنا الإرادة، ينقصنا الصبر، وقليل من الإيمان بالله عز وجل. إن الله لينصرن من ينصره. يا سلام. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أحسنت أستاذ محمد. سنخرج الآن إلى فاصل مشاهدينا الكرام، بعده نواصل هذه الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم إلى الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم، ضيفنا عبر سكايب الشاعر السوري الأستاذ محمد جميل زكريا. ربما كان لديك إضافة أو مداخلة قبل أن نذهب إلى نقاش من نوع آخر، تفضل لك أن تكمل بناء على استفساري السابق، ما الذي ينقصنا؟ ربما أردت أن تضيف شيئا، تفضل. كان سؤالك السابق ماذا ينقصنا ليولد هذا الفجر وهذا الانبثاق؟ قلت لك ينقصنا أولا الصبر، تنقصنا العزيمة، والشيء الآخر والذي هو أهم من كل ما سبق، ينقصنا التعاضد والإحساس بآلامنا، وأن نكون كلا واحدا لا يتجزأ. أن نكون كلا واحدا لا يتجزأ. أحسنت أستاذ محمد. عن فكرة الشعور بالآخر، هل ترى أن شعور العربي بالعربي، شعور السوري بالسوري اليوم ذاته الذي كان قديما، أم أن شيئا في الفطرة قد تغير وتشوه؟ قل ما تحب أنت. تقصد أن 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 هذه الغيرية وهذا الإحساس تضاءل؟ نعم. هل لا تزال الناس تحب بعضها بعضا، تخاف على بعضها البعض كما كان في السابق، أم أن الناس ركنت إلى الروتين اليومي وبات كل منهم يفكر بشأنه وشأن ذويه فقط؟ والله أنا أرى من زاويتي. تفضل. ربما أخالف الكثير في هذه الرؤية وهذه لا بأس، خالف كما تحب. أنا أحب كل الناس، أتمنى الخير بكل الناس. يا سلام. وأرى كذلك، أرى الناس بأنها تهتم لأمري، لشؤون بعضها، وإن كان ما يقال عكس ذلك. نعم. وأنا أرى الشعب السوري قلبا واحدا ووجعا واحدا، وبدليل أنني عندما أرى
حالة إنسانية عبر التلفاز أو أسمع نعم عن ما، أتقطع حزنا وأسى، صدقت وكذلك والله سوف صدقت ذلك أنائي. فيجب أي يجب نحن أن نعزز هذا الشعور، وأن نبتعد عن هذه النظرة الشاحبة السوداوية التي نعم تقول خلاف نحن نحب بعضنا وسنبقى نحب بعضنا بإذن الله. طيب، إمعانا بالتفاؤل والأمل وتساوقا وتجاوبا مع رأيك ورؤيتك أستاذ محمد، حدثني عن سوريا التي تحب، كيف تتخيل شكلها، واقعها، موقعها، ظروفها، حياتها؟ حدثني عن سوريا المتخيلة في وجدانك وعقلك، تفضل. وسأتطرق قليلا إلى السياسة في هذا الجانب، قل ما تحب، فهذا لا أقل. بأس. صدقني يا أستاذ مصطفى، أثناء دراستي الجامعية كنت أذهب إلى الامتحانات في دمشق، أصل إلى مكان يسمى المتحف الحربي نعم وسط دمشق إلى نهر بردة، أنظر إلى تلك الأبنية الجميلة، إلى ذلك التاريخ، وذلك إلى عظمة الشام، يا سلام، أنظر لها قبل الثورة بعشرات السنين، أنظر لها بوجع، أقول بأن هذه العائلة التي تحكمها صغيرة جدا على دمشق العظيمة. يا سلام، عندما أتخيل هذا الأمر أتوجع كثيرا، كنت أحدث نفسي في ذلك، من العار أن يحكم دمشق هؤلاء، دمشق 7000 عام من الحضارة، يحكمها أناس لا علاقة لهم بالحضارة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما يحز في النفس وهذا ما يوجع القلب. أحسنت 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 أستاذ محمد، نرجو من الله أن يسبغ نعمتي الأمن والأمان على سوريا، وأن يعود أهلها أحرارا يعيشون فيها شم الأنوف مرفوعي الرؤوس، يعني طيبي الواقع آمني الجانب تماما كما يستحقون وزيادة، وهم أهل لذلك والله. إلى قصيدة جديدة الآن يا أستاذ محمد، أو قل ما تحب ومن ثم خذنا إلى الشعر مجددا، تفضل. أستذكر قول الشاعر، ربما كان خليل مطران، نعم ربما مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ يا الله، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. يا الله، أريد أن تعود تلك الآذان إلى دمشق، وأن يعود ذلك الأذان أيضا. يا سلام، أن تعود تلك الآذان وأن يعود ذلك الأذان، إن شاء الله نعم، ستعود تلك الآذان لتستمع ذلك الأذان، وعسى أن يكون قريبا لا بعيدا. تفضل إلى قصيدة جديدة أستاذ محمد. سأقرأ لك قصيدة كتبتها مؤخرا، جميل، وربما إذا هذه قصيدة تقرأها لأول مرة. لأول مرة، وربما الآن كتبت بيتين منها. تفضل، لا بأس، أقول نستمع. هي دعوة للتفاؤل ودعوة للانطلاق. حلو أقول حلو كثير، تفضل. لأن الغوث للظمآن أجدى، سأتلو من فرات الشعر وردا، يا سلام، وأزجي من ندى المعنى سحابا، لينبت في باب الأرض وردا، حلو، وأسكب في أجاج الكأس حرفا زلالا من دمي ليصير شهدا، الله، ليثمل من تقصى الماء عذبا، ومن ورد الجمال فكيف يصدى؟ ويا من قد عبرت العمر صيفا ولست على سياط الشمس جلدا، فلي ظل الغمامة حين أحنو لتمنع عنك يا من ذبت وجدا، وبي لهب رقيق يتقي بي شريد يحتسي الأيام بردا، تقول الشمس دفء الأرض مني، يقول الصبح إني كنت أندى، فيا كبدا ينوء بألف قبر
ويا حلما أتاه القهر حشدا، ستبلغ باصطبارك ضوء فجر ولن تبقى بهذا الكهف عبدا، تقاسي صمته الحجري خوفا وليل كلما عبس استبدا. يا الله، تأحمل من جراحك فوق جرحي ولن تلقى حراب الدهر فردا. تشتتني المتاهة غير أني ببوصلة التأمل يا سلام سوف تهدى، فضوء الشمس يخبو حين نخبو ويشعله التمرد إذ تبدى. حقنت بحكمة الأشجار ضعفي، حقنت بحكمة الأشجار ضعفي ومن زبر الثبات أقمت سدا. يا سلام يا سلام، جميل جدا هذا البيت. حقنت بحكمة الأشجار ضعفي ومن زبر السلام أقمت ثباتي، ومن زبر الثبات أقمت سدا. جميل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، الفلسطينيون أقدم تجربة فيما يتعلق بالتهجير والاغتراب، وكذلك العراقيون والسوريون. الخريطة العربية تعج بالكثير من النوائب والمصائب للأسف. السؤال هنا، هل الغربة وفكرة الوطن البديل متجذرة في النفس العربية أم أنها مشروع إجبار وقهر؟ هي يا أستاذ مصطفى هي أفضل ما كان، يعني ليس بالإمكان أفضل مما كان. نعم، هي مرحلة آنية، أنا أعلم أولادي ذلك. لنا وطن، لنا انتماء، لنا أرض، لنا جذور، لنا تاريخ، لنا هموم، لنا مستقبل، لا بد أن نعود. إن لم أعد أنا فسيعود أولادي بإذن الله. فكرة إعادة التوطين أو يكون لوطن وطن بديل فكرة مستبعدة جدا، ولو أني أسترجع قول ميخائيل نعيمة حينما قال: الكرة الأرضية كلها وطني والعائلة البشرية كلها عائلتي. لا شك بأن هذا كلام جميل جميل وقيمي، كلام عظيم، لكن في ميدان التطبيق يصعب تطبيق مثل هذه الأفكار المثالية أو المبالغ بمثاليتها. نعم، نحن لنا كعرب مسلمين، لنا ثقافتنا، لنا هويتنا، لنا إرثنا، لنا معتقداتنا. هنا تجد في بلاد اللجوء شيء يختلف جذريا، نعم، لا يتوافق مع أي شيء تعتقد فيه. طيب، عن فكرة ربط الجيل الناشئ، أستاذ محمد، عن فكرة ربط الجيل الناشئ وما ينبغي أو ما يقع على كاهل الآباء، لا سيما المثقف من هؤلاء الآباء أو الشاعر، يعني حدثنا عن تجربتك مثلا مع أبنائك، كيف تبقى على صلة وإياهم والأرض التي أنت منها؟ كيف تحفز داخلهم فكرة الارتباط بأرض المنشأ وعدم اعتبار أرض المغترب وطنا بديلا للمحافظة على الهوية طبعا؟ نعم أستاذي الحبيب، لدي 4 أطفال، أكبرهم في 16. ربي يحفظ لك. هذه مرحلة خطيرة جدا، من سن التمييز 7 وحتى بلوغ سن الرشد. نعم، حرجة جدا، لأن هذا الوقت هو وقت ترسيخ القناعات والمبادئ. هذا هو الوقت، وقت ترسيخ المبادئ والقناعات. أولادي يعيشون في بيئة وفي مجتمع وعادات مختلفة جذريا. أنا أحاول أن أكون بالقرب منهم في أي وقت، أتحدث إليهم عن ثقافتنا، عن تاريخنا، عن ديننا، عن أدبنا. حتى في التلفاز يوميا يجب أن يشاهدوا مسلسل تاريخي، إن كان مسلسل سيدنا عمر بن الخطاب، إن كان الصقر قريش، إن كان مسلسل ملوك الطوائف، من أجل أن يرتبطوا بهذا التاريخ العظيم وليحافظوا على لغتهم العربية. يا سلام، الحمد لله، لا آلوا جهدا في سبيل ذلك. وفقك الله دائما. إلى قصيدة جديدة أستاذ محمد، اقرأ علينا شيئا جديدا من شعرك المفضل لديك والمحبب، وأكيد نحن كذلك كلنا يعني سعادة بإلقائك الجميل وقراءتك العذبة. تفضل أستاذ محمد. بارك الله فيك.
ستقرأ الاثنتين لا بأس، هناك متسع من الوقت للقصيدتين، يعني هناك متسع من الوقت لقصيدتين كما يخبرني الزملاء، تفضل. رمد بجفنك أم لهيب القهر من بعض اشتعالك، وأسا أذابك أم أنين الصدر يغني عن سؤالك، أم أنه وجع البلاد الصعب يعبر من خلالك، ألأنك المنسي رغم عتو دهرك في نزالك، ألأنك المخذول تدفع عن حماك بدون آلك، وتجيبني بشرود رأسك حين تجأثم بانذهالك، وعليك من تعب السؤال لما ينوء عن احتمالك، ودهتك أرزاء ولم يعبأ أخوك بضعف حالك، هو مشهد للحزن لا ينزاح إلا بانسدالك، هي لوحة للموت تتقنها وتكمن في اختزالك، ودم العيون عليك يهمي من أساك ومن مآلك، أنا من قفارك من عذابك كنت أغرق في رمالك، يا سلام. وأنا الجراح وليس يبرئها سوى زمن اندمالك، فذر الركون لأن هذا الكسر يجبر باعتدالك، وانهض بصخرك هازئا، حطمه وازأر في بلالك، ودع القصيدة كانبعاث الريح تهدر بانفعالك، واصعد بها بنزيف صدرك وانكسارك وابتهالك، القهر حرف محرق أطفئه من ماء ارتجالك، يا سلام. فبمن تغاث بمن تجار وأنت أجدر بانتشالك، واضرب بها فيمينك الأقوى تنافح عن شمالك، واطعن برمح النور ليلا موحش الظلماء حالك، وصراطك المحفوف موتا في خطى الإقدام سالك، ولك الحياة إذا اقتحمت صعابها وسواك هالك، فوسوبك المسعى ولن تصل السحاب بغير ذلك. يا سلام، ولن تصل السحاب بغير ذلك، أحسنت أستاذ محمد. قبل القصيدة الختامية أريد أن أسألك السؤال الأخير في هذه الحلقة، من أجل سوريا والسوريين، لسوريا وكل سوري ماذا تقول؟ أقول للسوريين الذين هم جزء مني وأنا جزء منهم، صبرا آل سوريا فإن موعدكم الجنة، صبرنا على سوريا فإن موعدكم الجنة. جميل، بإذن الله. جنة الأرض قبل جنة الآخرة. نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نحن كسوريون نفخر بانتمائنا، سوريا كانت وما زالت وستبقى هي الحاضرة بإذن العربية الله. بإذن الله. والحاضرة الإسلامية والحاضرة الثقافية. أحسنت. هي أم الحضارات. أحسنت. إلى القصيدة الأخيرة الآن، ولكن حبذا لو كانت قصيرة إلى حد ما، لأن الوقت هي كذلك يوشك أن يدهمنا. تفضل. مخروا البحار بحثا عن وطن، أو ليسنا نقول عن وطن، بحثا عن مكان آمن وحياة، بحثا من يستطيعون فيه مواصلة الحياة. تفضل. هي قطعة أقول لهذا الماخر عباب البحر، تمضي. لماذا تمضي؟ تمضي لأنك قد شقيت مقامة، تمضي وترسلك الرياح غماما،
تمضي كآخر صرخة مسجونة في عتقها غرق المدى آلاما. من حيث جزت أضأت حزنا غافيا، فامكث لكي يبقى الظلام ظلاما. يا جدولا ما زال يسكب دمعه، وعلى الضفاف مواجع تترامى. يا قلبه المسفوح حد فنائه، يا حزنه النبوي كيف تنامى. عهدي بأن الفقد يبرأ جرحه، ولئن بقي فلأنه يتسامى. ولأن بقيت لأنه يتسامى، دام هذا السمو. في الختام ماذا تحب أن تقول؟ أقول أتوجه بالشكر لكم أسرة قناة الرافدين ولكل تابعينا في هذه الحلقة، وسلامي إلى كل عربي نبيل في كل شبر ومصر وقطر من هذا العالم. أبلغ التحايا لكل عربي نبيل، لكل إنسان شريف يشعر بآلام أخيه الإنسان. طبت أستاذ ولكم محمد، كل الشكر. طبت كثيرا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. الشارع السوري المقيم في النرويج أستاذ محمد جميل زكريا على هذه القصائد الماتعة وهذا الحضور الطيب وهذه الآراء والأفكار الإنسانية العالية الانتماء لوجع أبناء ذات الجلدة. شكرا جزيلا لك، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء هنا في قناة الرافدين وجها لوجه. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.